زلتمونا؟ المفتش جارسيا سيعود قريبا، الأفضل أن ترحلوا الآن. نعم الآن سالينا ستفتقدكم إذا ذهبتم، لقد تعلقت بكم. الآن أتمنى لو تستطيعون البقاء هنا. أجل، سنبقى هنا. ماذا؟ نعم يا ماريا، قررنا البقاء هنا حتى تشفى لنا. حقا، لكن إذا بقيتم هنا سوف يجدونكم. تعالوا معي بسرعة. سيباستيان، يجب ألا يجدكم سيد ألبرت أو المفتش غارسيا. نعم. قل للكلب أن يبقى هادئا من أجل سلامتكم. بل لا أعرف ماذا يفعل. هيا بنا يا بال. إلى أين أنتم ذاهبون؟ لرؤية لينا. السيد ألبرت موجود هناك في غرفتها وسوف يجدكم. لكني قلق على لينا. أبي أبي أبي، كيف حالك يا حبيبتي؟ أين سيباستيان وبيل؟ أتحبينهم بهذا القدر يا ابنتي؟ أعتقد أنه بإمكاننا أن نصبح أصدقاء، أرجوك أن تساعدهم. لا داعي لأن تقلقي يا لينا، ذهبوا لاستدعاء الطبيب كارلوس. تشجعي تشجعي يا حبيبتي. تفضل يا سيباستيان. شكرا لك. كل بشهية. لم تتناولوا فطوركم بعد، كلوا قدر ما تشاءون. شكرا يا ماريا. هيا يا بال وبوتشي. ماريا أين أنت؟ إنه فرناندو. نعم أنا هنا، انتظر قليلا. أسرعوا اختبئوا اختبئوا. أين أين؟ هناك في هذا البرميل، لابد أنه فارغ. ماذا؟ سأتيكم بالطعام لاحقا. حسنا دعي الأمر لي. أسرعوا. الرائحة كريهة هنا. هل أنت في المطبخ؟ نعم يا فرناندو. أسرعوا أسرعوا. انتظري بوتشي. بوتشي تعال. بوتشي لا تخرج حتى أدق على البرميل، مفهوم؟ مفهوم. ماريا أنا جائع، دعيني آكل شيئا. نعم نعم. يبدو طعاما لذيذا وشهيا. لمن هو؟ إنه لسيباستيان. ماذا؟ إنه لك طبعا، اعتقدت أنك ستكون جائعا في مثل هذا الوقت فحضرته لك. تفضل هيا تفضل. هذا لطف منك. تناوله كله. إليك بعض المرطبات. تبا لك يا ماريا، قالت أنها ستتركه لي. بل أنت تدغدغني. اشرب المزيد. حسنا شكرا. وهذا أيضا. إنه بالفعل شراب لذيذ. المزيد. دعيني أشرب على مهل. لكنني مشغولة فاشرب بسرعة. إنه شراب لذيذ، هل أستطيع تناول كأسا أخرى؟ كلا كلا. لماذا؟ لماذا أنت على عجلة؟ لأن ماريا. فهمت، تخفين عني شيئا ما؟ لا أسمح لك بالمسح معي. لابد أن هذا صحيح طالما أصبحت جدية. مرحبا فرناندو. ماريا الولد هنا؟ نعم إنه قلق على الأنسة لينا و أتعرفين ماذا سيحصل إذا وجده السيد ألبرت؟ أرجوك يا فرناندو احفظ أمره سرا. أنا أيضا أعرف أن هذا الكلب هو كلب طيب، لن أفشي سره ولن أعلم المفتش عنكم. شكرا لك يا فرناندو، شكرا لك. ماريا إنه سيد ألبرت، اقترئوا بسرعة. لقد تأخر الطبيب كارلوس. نعم
لابد أنك قلق. ماذا يفعل المفتش غارسيا هنا؟ كيف حال الأنسة لينا؟ أعتقد أنها بخير، لكننا لا نعرف متى ستصيبها النوبة. لقد تحرك البرميل. لابد أنها مخيلتك، البرميل يتحرك يا سيد ألبرت. لابد أن الولد والكلبين مختبئان فيه. هذا غير ممكن، لقد هربوا. هل أنت متأكدة؟ سيد ألبرت، وصل المفتش غارسيا، لابد أنه أحضر الطبيب كارلوس. أين الطبيب كارلوس؟ إنه ليس في المستشفى، ذهب ليصطاد السمك في قرية لاريدو. لاريدو؟ نحن لا نستطيع الذهاب إلى قرية لاريدو للمجيء بالطبيب كارلوس لأننا نبحث عن المجرمين. لاريدو. لماذا لا ترسل فرناندو إلى القرية للبحث عن الطبيب الآخر بدلا عن الطبيب كارلوس؟ الطبيب كارلوس يعرف كل شيء عن صحة لينا، ولا أريد أحدا غيره. نعم أيها المفتش غارسيا، هل ذهبت إلى لاريدو لتحضر الطبيب كارلوس؟ من أنا؟ لا أستطيع. يجب أن أقبض على المجرمين، هذا من أولى واجباتي كما تعلم يا سيدي. أعرف، ذلك من واجبك أيضا، مساعدة الفتاة، أليس كذلك أيها المفتش؟ لكن يا سيد ألبير، قرية لاريدو من أبعد القرى في جبال البيريني، كما أننا لا نعرف أين مكانه هناك. ألا يمكنك القيام بشيء أيها المفتش الخبير؟ اخرجوا، ماذا جرى لك؟ لقد تعبت من الجلوس في البرميل. لا بأس، لا بأس، تعالوا معي سأعطيكم ماء بارد. شكرا. ماذا؟ قرية لاريدو؟ صحيح، قال لهم سيد ألبرت ليجدوه، لكنني أتساءل إذا كان بإمكانهم إيجاده هناك. سوف نبحث عنه. أنت تبحث عنه؟ دع لي أمر الجبال، وقد ساعدت أناسا كثيرين في جبل باو الكبير، رغم أن جدي كان معي دائما. بما أن حاسة الشم عند بال قوية، سأجد الطبيب بسرعة. أوه، لكن إذا خرجت سيجدك المفتش غارسيا فورا. لا بأس، لقد ساعدتنا لينا، والآن جاء دورنا لمساعدتها. أنت لطيف جدا. إنها الصبي مارتن، أمسك به. هذا سيدي. انتظر قليلا، يجب أن نجد الطبيب كارلوس أولا. لا لا، أنت أولا. لنتكلم بهذا الموضوع لاحقا، لنجد الطبيب أولا. اخرس، هل تحاول خداع أفضل مفتش في إسبانيا؟ أيها المفتش غارسيا. سيد ألبرت، من فضلك أرجوك أصغي إلي. لكن إنهم يا سيد. أنا متفهم لوضعك، لكنهم قالوا إنهم سيحاولون إيجاد الطبيب كارلوس من أجل لينا وهذه له الأولية. أنا سعيد بذلك، إذا أردت اعتقالهم على أي حال، ألا يمكنك الانتظار حتى يجد الطبيب أيها المفتش؟ سيد ألبرت، أرجوك. هيا بنا بسرعة. ماذا؟ أنت هنا؟ كيف صعدت إلى السيارة؟ كيف؟ أعطي هذا الظرف إلى الطبيب كارلوس، رسالتي موجودة بداخله، هل فهمت؟ حاضر سيدي. إنها سريعة، هذا جميل. للأسف، لأنني لا أستطيع اعتقال المجرمين العالميين. نعم، أنا أتفهم وضعك. انتبه وأنت تقود السيارة يا رجل. احترم رجال الشرطة، ولا تنادي أفضل مفتش في إسبانيا بهذه الطريقة أيها المجرم. انتبه. نعم.
نعم إنها سيارة الطبيب كارلوس. لابد أن الطبيب كارلوس ذهب في هذا الاتجاه. أعرف ذلك، هيا بنا ولا تجادل. بسرعة. هيا بنا بيل. ها؟ توقفوا، سوف تهربون، توقفوا توقفوا. إنه من العار على الإنسان أن لا يفي بوعده. ها؟ لا تخف، سأعود عندما أجد الطبيب كارلوس. توقف توقف. هذه طريق مختصرة. توقف، لن أدعك تهرب من المفتش غارسيا. توقف توقف، لن أدعك تذهب. انتظر قليلا. الأفضل أن تنتظر هنا. لا أبدا، غارسيا أفضل مفتش في إسبانيا، يذهب إلى أي مكان ليجد المجرمين. إذن هيا بنا. انتظر، توقف. أيها المفتش، ارفع يديك أرجوك. وقع إذا رفعت يدي. النجدة النجدة، تمسك جيدا يا مارتن، تمسك جيدا يا مارتن، تمسك جيدا. لكن بهذه الحالة سأقع على أيضا. نحن فريق واحد، سنقع معا، يجب أن تعرف هذا. لا أرجوك. توقف عن البكاء يا مارتن. لا تتحرك. النجدة النجدة. توقف توقف، من العار أن يساعد المجرمون المفتش. ابتعد، لا تحشر أنفك. لا تتحرك يا مفتش. خلاص سنذهب معا أنا وأنت. النجدة، أنجدوني أنجدوني. اسكت، تمسك جيدا. ساعدني. اسكت، قلت لك اسكت. توقف، لا تساعدنا، لا تلحق بي العار. توقف، لا أريد مساعدة من مفتش، من مجرم. أنت مجرم، لا تساعدنا. أنت مجرم، لا أريد مساعدة منك. اذهب عنا، هيا. لهذا السبب قلت لك ألا تأتي. هيا بنا يا بال. انتظر، أنا ذاهب أيضا. ماذا؟ أنت ذاهب أيضا؟ المفتش غارسيا خلق ليطارد المجرمين. أيها المفتش، لقد أصبت في الورك على ما يبدو. إذن لا يمكنك تسلق الجبل. إذن خذ هذه الرسالة من السيد ألبرت للطبيب كارلوس بخصوص الآنسة لينا، لن يصدقك دون هذه، لا تضعها. نعم سأفعل. انتظر لحظة، إذا لم تعد قبل غروب الشمس وراء الجبل سأحضر الكثير من رجال الشرطة ونقبض عليك. نعم أعدك، هذا من أجل لينا. الوداع أيها المفتش. عليك أن تفهم، إذا هربت ستزيد الأمور تعقيدا. بيل، سيباستيان، أين أنتما؟ لينا لا تقلقي، والدك معك، أنا هنا لقربك. أين سيباستيان؟
سيباستيان وبيل، هل هما بخير؟ نعم، قال إنهما ذارعان بإيجاد الناس في الجبل، سيجدان الطبيب كارلوس بالتأكيد ويحضرانه إليك بسرعة. كانا يعيشان في باول كبير، إنهما محظوظان يا أبي. تماثل الاشتفاء بسرعة، ثم أخذك إلى جبال عديدة، ليس البريني فقط بل جبال الألب وجبال روكي أيضا، هناك جبال جميلة ومتعددة يا حبيبتي. شكرا لك، سنمرح إذا ذهب معنا سيباستيان وبيل. نعم، حاولي أن تنام الآن، سيأتي الطبيب قريبا، سيأتي الطبيب قريبا. الطبيب لا يستطيع الاصطياد في هذا التيار القوي، لابد أنه في مكان أعلى. هيا هيا بنا. أسلم، بأي اتجاه؟ نحن لا نبحث عن سمكة بل عن الطبيب كارلوس. أه نعم، جدي أخبرني بذلك عندما ذهبنا للصيد معا. هذا ليس بالاتجاه الصحيح. وجدت الحل، الأسماك بالقرب من هنا، لابد أن الطبيب موجود هناك. دكتور كارلوس، دكتور كارلوس، أسرع، يجب أن أخذ الدكتورة إلى لينا وإلا سوف النجدة النجدة. لينا، قريبا سيصل الطبيب كارلوس، اتهجي إذن، اتهجي إذن. فرناندو. نعم سيدي، هل أستطيع مساعدتك؟ ألم يصل الطبيب كارلوس؟ لا، ليس بعد يا سيدي. نادي الجميع، دعهم يبحثوا عنه في اللاريدو كلها، لا أريد أي تأخير. أفهمت ما أقول لك؟ حاضر، حاضر يا سيدي. إنه ليس هنا، ماذا يجب أن نفعل يا بيل؟ الشمس بدأت تغيب. ألم يعد الصبي والكلب؟ ليس بعد. لا تقل لي إنهما هربا. لا، سوف يعودان بالتأكيد، لأنهما قلقان على الآنسة لينا. عندما يعودان سوف أعتقلهما بالتأكيد. المفتش غارسيا يعتقل المجرمين العالميين ويحافظ على هيبة القانون. هل تشتم شيئاً؟ آه نعم، الطبيب كارلوس بمحاذاة البحيرة قرب الشلالات. سأحضر الطبيب كارلوس قريباً يا لينا.
دكتور كارلوس، دكتور كارلوس، دكتور كارلوس، لينا مريضة بسرعة. كن هادئا، ستهرب السمكة إذا صرخت. ما هذا؟ لا تقلق على السمكة، تعال بسرعة أرجوك أرجوك. ها أمسكتها. دكتور كارلوس. لقد هربت وذلك بسبب صراخك. لم أشاهدك من قبل، من أين أنت؟ ماذا جاء بك لهنا؟ من أنت؟ لينا مريضة أيها الطبيب كارلوس. لينا؟ ابنة السيد ألبير؟ نعم، انظر إلى هذا. هذا من السيد ألبير بالتأكيد. وعدتهم أن أحضرك قبل مغيب الشمس. أسرع أرجوك يا دكتور، دكتور كارلوس أسرع. لما لا تكون منطقي؟ استغرقت يوما كاملا لأصل إلى هنا، جئت حول الجبل، سأمضي يوما كاملا لأنزل من هنا. لا بأس، إذا نزلت عن الطريق الشلال ستصل قبل مغيب الشمس. شلال؟ سخافة، لا أحد يستطيع النزول من هناك. لا بأس، أرجوك يا دكتور ساعد لينا، تعال معنا أرجوك. أنا أيضا قلق عليها، لكن كيف سنستطيع النزول؟ أنا سمين كما ترى. من أنت أيها الصبي؟ لا بأس، دع الأمر لي أيها الطبيب. لكن لدي فكرة جيدة، أتعرفها يا بال؟ ولكن ما هي الفكرة الجيدة التي خطرت على بال سيباستيان؟ وكيف سيتمكن سيباستيان من إنزال الدكتور كارلوس عبر الشلال ومن إيصاله إلى منزل لينا ليطببها قبل فوات الأوان؟ لما لم يتمكن المفتش غارسيا من العثور على الطبيب كارلوس، وافق على إرسال بيل وسيباستيان في أثره، وراح سيباستيان يتسلق الصخور على جانبي النهر مجازفا بحياته ليصل إلى المكان الذي كان يصطاد فيه كارلوس السمك، وأخبره بما حدث للينا وأصر عليه بالعودة لتطبيبها. وتردد كارلوس إذ لم يجد وسيلة سريعة تمكنه من العودة، واقترح سيباستيان العودة عبر الشلال.